إذا استطعت أن تجمع 4 قطط مختلفة مع بغبغاء ملون فسوف تتحول إلى بطل خارق. يعني هدول أنا حيوانات إذا جمعتهم بتحول لبطل خارق. قولي قولي، أنا بعرف بعضي، أنا بعرف بعضي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمي أمي دقيقكم، أمي قولي دقيقكم، أمي أمي قولي دقيقكم. ولك شو بك؟ ولك شو بك؟ شو في خرب بيتك من حالك؟ ايش في؟ امي كان بده يلبي المطبخ، قالت قرص كبه كامل لحالي انا لبي المطبخ. ولك يا بنت الصرامي يخرب بيتك من حالك، ولك انت ليه بدك تضلي هيك حوبين؟ يخرب ذوقك، حرقت المطبخ. حرقته حرقته والله حرقته. انا جيت امي. ايش عامل لك يعني؟ روح بمجي واصلي معي لهون، روح بمجي بسرعه. بلا مدرسة بلا زفت، أنا بدي أفهم إيش مكتوب فيها هي الورقة. إذا استطعت أن تجمع 4 خطط مختلفة مع ببغاء ملون فسوف تتحول إلى بطل خارق. يعني أنا هدول إذا جمعتهم كلياتهم بتحول لبطل خارق وبنقذ البلد من الأشرار. وهيك كون جمعان اول شي بغبغاء، وبقي عندي 4 قطط بس. وهي جبنا البغبغاء واللي بعده بقى. يعني عم بحكوا البغبغاء انا اذا ما حطيتوا اكل ما حدا بيحكوا اكل، بموتوا من جوعهم يخرب بيتهم من حولهم. والله ما بصير هيك، افتحي الباب ما بصير هيك. قلت لك لا، قطط ما بيدخلوا على بيتي، فهمان ولا لا؟ لا قلك افتحي امي خليني ادخل، فتحتي لنا بالشارع قدام العالم، افتحي بقى. بدك تدخل على البيت بتكب القطط، انك تدخل انت وياهم ممنوع ممنوع. قلك وين بدي كبه؟ وين بدي كبه؟ افتحي خلينا ندخل بقى. عم بقول لك كبه برا وانا حذرتك، دخلي على البيت ما في، بتكبه وبتجي. يلا. شبك ابو الزيك؟ لا طيب. امي امي ما عاد ترضى تدخلني على البيت لانه في معي قط. قط؟ طيب ليك انا عندي فكره، ايش رايك تعطيني القط انا اخبي لك اياه عندي، وبس بدك اياه انت برجع بعطيك اياه يعني كرمالك، بس بدك اياه بعطيك اياه فورا ما في مشكله. عن جد عم تحكي؟ بتحطه عندك يعني؟ ايه خلاص بحط لك اياه عندي، خليه يبين معك. يلا يا سيدي، وقت بدك اياه بعطيك اياه. والله طول عمري بقول انت احسن من اخوك عبيده، مسوق حطه عندك، مسوق. سلام ابو الزيك، سلام. عجبك امي؟ هي كبينا القط، افتحي ودخلينا بقى، افتحي. ولا قرطوا، وين راح البغبغاء يا عمودي؟ روح يخرب بيتك من حالك، قرطوا بسرعه بس دقيقه. ولا امي انا ايش عرفني وين راح؟ انا ايش عرفني وين راح؟ وين بده يروح يعني؟ وين؟ بس روح مع القفص يخرب بيتك من حالك، حقه 1500 ورقه، خسرنا 1500 ورقه. ولا امي والله ما دخلني، والله ما دخلني، ليش ما عم تصدقيني؟ انا ما بفهم، بدك تخلوني يا خلاص فهمت؟ انا ما بفهم، بتروح على بتجيبها من تحت الارض وتجي، انا 1500 ورقه ما بخسر فهمت؟ لا تجيبها هو القفص. لا بس بتجيبها بيجي فهمان ولا احسن. يس وهيك كنت جبت حيواني، بوي عندي لسه 3 حيوانات بس. طيب خبي جوا جايكي. يس اللي بعده. والله قتلنا من الشوبي يا شباب، يا شباب قطين بسعر قط واحد، ها اثنين بسعر قط واحد، 1000 ورقة الاثنين، تصافي العيد، حدا يشتري القطين خلصونا بقى.
السلام عليكم. شو اعطي هالقطه؟ بعنا الاثنين ب 1500 والاخ ب 1000 مشان ما ترجل. قول يا الله حاجتك سلبي. مش وقت عم تصيح اثنين ب 1000؟ ايه هلا احنا قلنا ب 1000 يعني ب 1000 اشتريه. ب 1000 اشتريه. مريضين شيء فيهم شيء كثر على الذمه ها؟ اه ايه لا لا ما فيهم شيء. ما فيهم شيء منو؟ ما فيهم شيء منو؟ توكل على الله. شوفوا شوفوا ايه وبالناقص وبالناقص ما تشتري. يلا يا شباب قطين بسعر قط قطين ب 500 يلا. انا ليش هيك اتضايقت كل هيك؟ خليكم انتم هون لا اروح اقضي حاجه وارجع انا بسرعه. ما تحركوا منو با؟ ما في حدا اصلا. اخدهم خلي عدد يكتمل. قطط 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 انسرقوا. يخرب بيت الحرامية. مخلص لك طولهم. يخرب قطط قطط. جانا بيحكي مع حاله يعني؟ مجنونة؟ ايش هالصوت هاد؟ قولي في حدا جاي برا، في حدا جاي من برا. قولي تعي 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 بسرعة يخرب بيتك من حالي. تعي انت كمان تعي انت كمان. ولا ايش هالصوت هاي؟ ما عم تحكي انت جنيت شو بك امي؟ ما بحكي مع حدا، ما بدي احكي يعني ما في شيء ما في شيء. ماشي ماشي مع اني ما ينسى الاها. ماشي ايش هالصوت هاد؟ ولك عم بسمع صوت قطط وعصافير. انا في قطط وعصافير هون. ايه لا امي اكيد هذا الصوت جاي من برا. من برا بديكم جاي معكم جاي من عنا يعني اكيد من برا. من برا ايه يمكن من برا يمكن. قولي كنت كشفت كنت كشفت. ايش هالصوت هاد؟ ايش هالصوت هاد؟ في صوت قطط؟ في صوت قطط عصفور؟ صوت جاي من الخزينة؟ والله صوت جاي من الخزينة. وري دقيقكم امي امي وري دقيقك في حالة حيوان حدا من الغرفة وري دقيقكم. يس وهيك بكون جمعت كل الحيوانات وحتحول لبطل خارق. وري دقيقكم قطط في البيت. يخرب بيتكم من الارض. قولي يخرب بيتكم البيت صار مليان حيوانات. يخرب بيتهم لك ايش لك ابو عبده ما عم يتخانق ايش فيه. قولي قولي يخرب يخرب بيتكم من حالكم. لك ما تعرفوا تناسوا غير تدخلوا كلاب على البيت. يخرب بيتكم ابو عبده ابو عبده. قولي انا خلصت